طيب قولي لي يا فاطمه، واول سؤال عشان هتبداي تشتغلي مع العروسه دلوقتي، لو في اي عروسه جات لك قولي لي ايه النصايح اللي انت بتقولي لها يعني قبل ما تجيلك، ايه النصايح اللي بتديها لها انها قبل ما تجيلك تكون مستعده بيها والاهتمام ببشرتها بحيث ان يكون الميك اب حلو وناعم على وشها؟ مش كل العرايس، في عرايس مثلا بتبقى بشرتها اصلا بايظه اللي هو ما بعرفش اتعامل معاها خالص، فالمفروض تروح اخصائيه اللي هي دكتوره دكتوره بشره. لكن في عرايس بقى ممكن تيجي قبلها بست شهور، في عروسه بتيجي قبلها بشهر، في عروسه بتيجي قبلها باسبوع، كل واحده حسب بشرتها. واول ما بتيجي بقى ببدا اقول لها بقى الاهتمامات بتاعتها اللي هي مثلا ممكن قله سعر طبعا لا، ولو في حاجه في بذور في وشها وحاجات زي كده دي بحاول اشيلها لها طبعا. بحاول اعمل لها تنظيف بشره، المفروض بتجيلي في عروسه بتجيلي كل اسبوع مرتين، في واحده بتجيلي مره واحده بس في الاسبوع، فمش كله يعني، كل واحدة على حسب بشرتها. تهتم بقى ببشرتها ازاي، ان هي تحاول بقى بقدر الامكان يعني تحط صن بلوك وهي طالعة في الشمس بره، اول ما بتيجي بره، اول ما بتيجي من بره على بيبقى طول. في عرايس اصلا بتبقى بتصيف، فبتجيلك في الحالة دي ايه؟ دي ما ينفعش عروسة تصيف وتيجي اصلا عروسة، معقول؟ دي نهائي لا، صعب. مش صعب بقى، وانا عشان خاطر ان هي بيبقى في القشر، وممكن ساعات القشر ده ما بيبانش غير بعدها باسبوعين، بعدها بثلاثة، ممكن ما بيبانش غير يوم فرحها، ممكن تيجي تحط الفاونديشن تحس ان هو مقشر، حته سودة وحته بيضة. لا ديت موضوع المصيف قبل العرايس ديت بشهر اتنين تلاتة، لا صعب 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 يعني.